يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة، أيام النور، أيام الخير، أيام الهداية، أيام سطوع نور المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم على الأكوان، ولا أقول على الكون، إذ ربيع الأول. هذه الأيام العطلة المباركة إذ فيها مولد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا بد وأن نستذكر مع اللحظات ومع الثواني ومع الدقائق والساعات والأيام وفي كل وقت المصطفى، ونصلي عليه، لأن المصطفى أولى بنا من أنفسنا. لذلك يكون ضيفا على هذه القناة وهو لبنة من لبنات هذه القناة العالية، ألا وهو حضرة وجناب الشيخ الداعية الإسلامي العارف بالله الموجه المربي، حضرة وجناب الشيخ عباس السيد فاضل الحسني نزيل سامراء المحمية وحصرا في القلعة المباركة، إذ تشع أنوار الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من سليل الدوحة المحمدية المباركة. أهلا وسهلا بكم جناب الشيخ، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات، أيام النور وأيام الهداية، أيام التي أخرج الله تعالى عند بعثة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور. فمرحبا بك وأهلا وسهلا، وأنت تطل على شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، فمرحبا بك مرة أخرى. حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بكم وبمدينتنا الطاهرة وبمحافظتنا المحروسة وببلدنا هذا الذي أرجو الله أن يحميه ظاهرا وباطنا، وسلام على الأمة المرحومة جميعا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما بعد، فقد تكلم العلماء والعارفون بالله عن هذه المناسبة وهذه الذكرى، ولكن سيذكر من يخشى. والحقيقة أطال الناس فيها، ومنهم من تطفل، ومنهم من بالغ، سبحان الله، ومنهم من شرد وغرب. لكن أقول للأمة الواحدة، لا بد أن نفقه ونعلم ما هي الأسس والبناء، ثم معارج القرب. فالحب من معارج القرب، فالذي لا أساس له ولا بناء
فينهار بطوابقه إذا ارتفع. الله. فلا بد أن نثبت هذه الأسس وهذا البناء، ثم نعرج إلى طبقات بما فيها طبقات ناطحة السحاب. فهناك وجوب وهناك استحباب وهناك عروج إلى علام الغيوب جل جلاله وعم نواله. وباجتزال، إسلام وإيمان وإحسان، لقوله تعالى في سورة هود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. إذن أكو إسلام، إيمان، أكو إخبات. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فلا بد أن يكون لدينا نورا نسير به. فأي سير إلى الله بالجهالة تخبط وليس تقدم ومعارج، لا والله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأساس البناء هو العلم بدلالة الشرع، ودلالتنا لا نخرج شبرا واحدا عن الكتاب والسنة. الله الله. وما يراد منها، لأن السنة الطاهرة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، ولا يغتني أحدهما عن الآخر، فهو كمال الأحكام بما أراد الله. يا سادة، مراد الله بكلامه القدسي هو ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه: من روحي وما ملكت فداه. لأنه ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وهنا شديد بمعنى القوي، صفتان متعانقات، فشديد وقوي، فالشديد هو القوي والقوي هو الشديد. إذن الله شديد القوى من كل جهة، لا إله إلا الله، ما شاء الله. ففي الحقيقة علمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولكن جبريل السفير المترجم، لا إله إلا الله، ما شاء الله، كلام الله قدسي أزلي، فنزل به جبرائيل الأمين عليه السلام، فنقل الألفاظ والحروف وهما مخلوقان، أي الصوت، لكن الكلام قدسي وهو كلام غير مخلوق. نعم. الله، كلام الله الأزلي. ف
فجاء جبريل عليه السلام أو جبرائيل فترجمه إلى صوت وحرف. قال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى كلام دقيق: إنه لقول رسول كريم. هو مو قول الرسول، هو كلام الله. الله الله. لكن جاء عن طريق مترجم. لذلك قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لا أني أقرأ ولا أنت تقريني. الله الله. ما شاء الله. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يعني لطيفة سويت أنت يعني. هاي لطيفة يعني. نعم. ما أنا بقارئ. الله. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك. قال: الآن. الله ما شاء الله. فلولا الله ما قرأ. الله ما شاء الله. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله ما شاء الله. فاللي خلق الكون بين الكاف والنون هو الذي يقرئك وإن كنت أمية. الله الله. إذن وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك الله عظيما. الله أكبر. فجاء جبريل عن الله وتكلم عن الله عز وجل. إذن كلام الله القدسي الأزلي، لماذا كلام دقيق؟ لأن كلام الله صفة من صفات الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. وصفة الله لا تتجزأ. وصفة الله خالق. إذن القرآن عن الله. ما شاء الله. لأنه صفة، صفة المتكلم. فكلام الله المعجز المتحدى به المترجم لهذا الكلام المبين لمراد الله في كلامه ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. من روحي وما ملكت فداه. إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كلامه موضح لما موجود من إبهام القرآن الكريم. فبغير السنة كيف نتعبد؟ نعم. لولا السنة لتوقفت أركان الإسلام كلها. لا إله إلا الله. الله قال: أقم الصلاة. كيف نصلي؟ نقفز؟ نائمين؟ كيف؟ لا. الله. كيف نتصدق؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ أركان العقيدة. وهكذا علمنا وضحها. والسر في ذلك قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا الآية جاءت بصيغة الحصر في البلاغة، في البلاغة. الله. إذن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي كمال ديننا، وهي كمال أحكام الله، وهي المبينة لمراد الله عز وجل في كلامه وفي شرعه. إذن الاستغراق جاءنا: وما آتاكم الرسول. ما بمعنى الذي في اللغة تفيد الاستغراق. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله بأمره ونهيه عن الله. الله الله. وإذا خرجتم عن هذا إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا،
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله. سمعوا طاعة. إذن افعل ولا تفعل والفعل موجود. واتقوا لماذا شديد العقاب إن خرجتم على هذا فلا دين عندكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذن المدرج الأول الذي ندخل به إلى ديننا وإنابتنا ودعوتنا هو العلم، دلالة الكتاب والسنة. ما نخرج شبرا واحدا فإذا صدقنا، فإذا صدقنا كلام دقيق في عملنا بالكتاب والسنة أفاضت علينا بركات الشرع الحنيف، فتحولت البركات إلى أحوال مع الله. ما شاء الله. أيضا جناب الشيخ الكلام طيب ومبارك وذات نور عالي، لكن أخذنا الفاصل سريعا، نتواصل وإياك بعد هذا الفاصل إن شاء الله لكي تسترسل بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فيما اختص به في ذاته بالدنيا صلى الله عليه وسلم، التبشير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، ونعته فيها ونعت أصحابه وحلفائه وأمته، وحجب إبليس من السماوات لمولده، وشق صدره الشريف، وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه، وسائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم، وأن له صلى الله عليه وسلم ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة الخاصة عن مولد المصطفى، مولد الخير ومولد النور مع المصطفى، مع حضرة جناب الشيخ عباس السيد فاضل الحسني في سامراء المحمية. جناب الشيخ، قال الله تعالى مخاطبا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قد جيء عند أحد العارفين أن الله سبحانه وتعالى قد علم المصطفى بهذا الكتاب منذ أن كانت روحه في عالم الذر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وفي أول البقرة: ذلك الكتاب، أي يا محمد ذلك الكتاب الذي علمناك إياه لا تعجل، هنا في هذه الآية. فكما أن الله سبحانه وتعالى قد علم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الكتاب، أي هذا القرآن وما جاء فيه من أحكام، وقد عرج جنابكم على هذه الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية مما فتح الله سبحانه وتعالى على جنابكم، فاسترسلوا بما بدأتم به. بارك الله فيك دكتور خميس، وبارك الله بالأمة كلها. آمين. هذه إشارات لهذا العارف، وسأل رجل وفقه الله، كان دكتور خميس يكرر لكم العارف، قلنا له: كيف لا أقول له نعم وإن شيخي وشيخ مشايخي كمال الدين بإجازته إن شاء الله إن شاء الله بال78؟ قال: تحقق بالعلم والعرفان ما شاء الله وبمدارجهما ما شاء الله. فأرد على كمال الدين أم كيف؟ هنيئا لكم. هذه لطيفة إشارة. هنيئا لكم. هذه الذي ذكر العارف بشارة أنه علمه، هذا من الإيهام اللغوي،
ويذكر اللفظ القرآني ويراد به في البلاغة بكل معانيه الحقيقة والمجاز والإيهام اللغوي. ما شاء الله. فالآن خلونا على الحقائق والدلالة. ما شاء الله. ثم نعرج إلى المجاز بما فيه إيضاح الحكم. نعم. لما ننتقل للمجاز لا يكون والحقيقة موجودة. لذلك صح الحديث وبسند صحيح ولدينا حوالي 25 مصدرا بصحته. ما شاء الله. وفي كتابنا النادر الوارثية والخاتمية قال عليه الصلاة والسلام: أنا لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينتي. الله أكبر. ما شاء الله. مو نبي ولا رسول، الخاتمية وهي قيادة أمارة النبوة والرسالة والدين. ما شاء الله. وهذا الحديث أرجع إلى سنده، وألفت في ذلك رسالة عميقة ودقيقة وتكلمت فيها عن القلوب السبعة في الكتاب والسنة، لأن القلب على وجه التحديد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن أكثر من 140 مرة. ما شاء الله. فهناك اتباع وهناك إخلاص، هناك طاعة وهناك أدب، هناك ذكر وهناك محبة، هناك دعوة وهناك رجاء وافتقار. الله الله. وهكذا. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لا إله إلا الله. صدر وقلب وفؤاد. هكذا عظيم التوجه إلى الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني ماشيا أتيته كيف يأتيه هرولا. أي بمعنى منتهى الإقبال والقبول. ما شاء الله. معارج القرب والتجلي. ما شاء الله. من الحق جل في علاه. إذن العلم هو نور الطريق إلى الله، وهذه الدلالة هي التي تأخذ بنا بشرع الله ما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله عليه ما ينطق عن الهوى، جاءنا بهذه الشريعة الغراء، وما لنا إلا الاتباع والتسليم. ثم نبدأ بعد هذه الدلالة كلام دقيق، نبدأ بهذه الدلالة ولا تنفع هذه الدلالة، وإن كان شيخ العالم في الدلالة لم يكن هناك عمل بالدلالة. فحقيقة العلم الوعي به في اللغة، أي العمل به. وإذا ما حصل العمل وحصل معه الإخلاص والأدب فالأمر مخطور، ودون العمل مردود وباطل هذا العلم. لو كان للعلم
دون التقى شرف. لطيف هذا ما قالوا. خذناها قبل بالشريعة يمكن قريب 50 سنة، نهاية الستينيات، لكان أشرف خلق الله إبليس. هذا هم عند علم ألم صخام بس انغار، قال أنا خيرا من بروح طبك مرض. والله ما رأيت رجل أو إنسان مخلوق أناني وفضولي مثل إبليس. حاط روحه بالصغيرة والكبيرة الوسخة، خسر الأول والتالي، خسر ما لا شخصية، هو ما لا شخصية ما لا ملعون، لكن قصدي فضولي متطفل. الله، ولذلك قالوا جبر القلوب لأهل الله وانكسارها لأهل الأهواء. هذول والعياذ بالله يؤذون قلوبها لله، قلوب المؤمنين. فالعلم دلالة، ولكن يا سادة أين المسير ومتى الوصول؟ الله الله. إذا قال تعالى ردا عليهم، ردا قاطعا وقاسما وقاهرا، قال يا أيها الذين آمنوا. ليش عندهم إيمان وعندهم علم؟ ها، قال لما تقولون ما لا تفعلون. يا ربي فقط، قال لا، جل جلاله كبر مقتا إثما عند من؟ عنده. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا العلم هو دلالتنا بسيرنا وبدعوتنا وبحالنا بالله. أضبط العبارات لله. لا إله إلا الله. قولنا وفعلنا وحالنا بالله هو هذا الدليل، دلالتنا بالشرع الحنيف بما جاء في الكتاب والسنة. ثم هذا العمل إذا صدقنا فيه مع الدلالة حتى لا يكون هوى، اتباع مع الدلالة والاتباع والأدب والإخلاص، راح تفض علينا بركات الشرع الحنيف فينتج الصلاح من هنا إن شاء الله، إن شاء الله، وتنتج الولاية من هنا، ويكون بناء العارفين من هنا. والله الله الله الله. لكن هذا الأمر إذا حصل الحظر أن تكتمه، إنما نبلغ بكل ما ملكنا بمالنا وأهلنا وأحبابنا، هكذا. يعني أنا جيت على غير موعد ولم أهيئ كلمة واحدة، وأشكو من الأينتي، يعني الأذن والبلعوم والكذا، الله، والجيوب. قالوا جاءوا حياهم الله. قلت والله يؤثر على نفسي. الله يحفظك سيدي. لخدمة الأمة. الله يحفظك سيدي. لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا قصدي بربي. فانفتح عند ذلك وانشرح الصدر في قولي بربي. ما شاء الله ما شاء الله. فتبشروا بأربع ساعات. لذلك هذا العلم عندما زرع بالعمل، الله، ثم بعد ذلك يعني العلم تربة
ما فائدة التراب وقد ملأ الأرض؟ سبحان الله. لكن أتي بالبذر، وضع البذر في هذه التربة، الله الله، واسقها بالإخلاص والأدب، ما شاء الله، ستكون عند ذلك شجرة سريعة. الشجرة سريعة بنموها ثم ثمرها أو ثمرها، هكذا وهو الأولى، يعني بنموها وثمرها. أرضاً جلال الشيخ، هم أخذنا الفاصل قصير يعني سريعاً سبحان الله، فما فائدة التربة وهي ملأت الأرض؟ هذه الحكمة المباركة الطيبة التي قد سمعناها من لسانك الطيب، إن شاء الله نكمل عليها بعد هذا الفاصل. وأخذتنا الدقائق سريعا لما انهالت علينا من الأنوار، ولما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من هذا الكلام الراقي الذي فيه ترياق لأفئدة الأمة المحمدية المباركة. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف كربا. أهلا بكم أحبتي من جديد، ونحن نعيش في هذه الحلقة المباركة أنوار المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الأيام الكريمة، هذه الأيام العظيمة، أيام مولد الخير ومولد النور، إذ ينهال حضرة وجناب الشيخ عباس الحسني بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الأنوار. جناب الشيخ، قد استرسلت معنا العلوم والحكم الربانية والمحمدية، وأنت تتكلم عن الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو حضرة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. فبما أنه نحن نعيش في هذه الأيام المباركات، أيام النور، أيام الخير الذي عم المعمورة، وأن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، والسماوات العلى قد اعترضت على مسير المصطفى على الأرض، إذ قدمه الشريفة وطأت الأرض وهي تريد أن يطأ المصطفى فيها وعليها كما وطأ على الأرض، فأكرم الله تعالى سيدنا المصطفى بالإسراء والمعراج. المعجزات كثيرة ولا حدود لها، وجنابكم لكم الباع الطويل، وأنتم سليلي الدوحة المحمدية، فماذا تقولون عن هذه الكرامات بالنسبة للأولياء المقرونة والمأخوذة من معجزات المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ به قد أنار الله سبحانه وتعالى الكونين؟ والكلام لكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالأرض طهرت بقدميه الشريفتين. الله الله الله، الأرض ما كانت طاهرة، ما شاء الله، فلما وطأها بقدمي طهرها الله. اللهم صل على سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي فقط، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما شاء الله ما شاء الله، جعلها طاهرة، ووجه قلوب الخلائق إلى الله من خلال الإنابة بها. الله الله ما شاء الله، بدين الله عز وجل. أقول طهرت الأرض بقدميك، فكيف بقلوبنا ونفوسنا باتباعنا لدينك ومحبة لك بربك. الله الله ما شاء الله، ماذا سيحصل يا سيد؟ الله شاء الله، الله، هذا مدرج الحب نصل إليه بعدين. فالناس عندما يتحدثون، ما موجود المقدمة براعة الاستهلال، أنت اثبت الوجوب واثبت العمل بسنة المحبوب ثم ذهب
إلى مدارج القرب والترقي عند مليك مقتدر. اللهم صل وسلم. ثم تشبث بالحب الذي هو أراده وأمر به، وإن شئت تحدث بلطائف الحب فمن يعترض آنذاك، لكن أنت تدخله رأسا بأمر هو لم يسمعه وليس له الدلالة ولم يتذوق، كيف لا يعترض عليك؟ كذا. لذلك بدأنا بالعلم، بدأنا بالشرع، بدأنا بالاتباع. الأرض طهرت بقدمي، أي بمقامه عند الله ومقامه الخاتمية صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلام عليه: أنا لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينتي. الله أكبر. الله. إذن التربة هي العلم، والإنبات فيها هو العمل الشرعي والذكر. الله الله. والعمل الشرعي والذكر، وهذا الإنبات يحفظ إنباته وسيره، يعني هذا الزرع ينمو إنماؤه بالإخلاص والأدب. فعند ذلك يسقى بالإخلاص والأدب. ومن الإخلاص والأدب كمال الشرع وهو الذكر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وفي آية: وبشر المخبتين. الله الله. وثمر هذا، يعني ثمر هذا الإنبات وهذا السياق اللي صار فيها الله، راح يكون ثمر، ثمر هذه الأشجار التي نمت والتي أنبتت والتي سقيت وبأرضها في الدلالة، راح يكون ثمرها الدعوة. الله الله. ثمرت بالدعوة، ثمرها هاي الأشجار عندما كمرت وكملت بإذن الله، أنتم الزارعون أم نحن الزارعون، راح يصير الدعوة هي هذا الثمر الذي يعطى للأمة. ولكن إذا ماكو ثمر فإن الشجرة عقيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الشجرة عاقر. أكو أشجار سنة تثمر وسنة تحيل. لا، ثمر الدعوة لا يتوقف. وأذكر لطيفة في الحديث في هذا السند المتصل العجيب: خرج خاتم النبيين يوما صلوات الله عليه، هاي من الشرع واللطيفة حتى تفك الأفكار. فخرج سيدنا علي جدنا عليه الرضوان والسلام، هذا في البخاري، أو رضي الله عنه وكرم الله وجهه، كل هذا يستحقها. ما الذي أخرجك يا علي؟ يا رسول الله الجوع. قال: أني أما أخرجني الجوع. سبحان الله. خرج صحابي آخر ما ذكر في الرواية، ما الذي أخرجك؟ قال عليه السلام: قال الجوع. قال: يا علي، اذهب إلى بستاني وإلى النخلة الفلانية. وقت ماكو تمر. سبحان الله. بعد ماكو طلع ولا عرجون، الله الله، ولا طلع النضيد، ماكو شجر بلا ثمر، بلا ثمر. عالم بدون دعوة شجرة بلا ثمر. سبحان الله. وعالم بدون عمل تراب لا بذرة ولا زرع. ما شاء الله. أكمل.
تراب الهيال. لا إله إلا الله والله. ثم جاء سيدنا علي عليه الرضوان قال تذهب للشجرة الفلانية في بستان النبي سماها ظهر كسور بينه وبينها يعني بإذن الله وقل لها النبي يقول اعطنا تمرا. الله أكبر ما شاء الله صلى على سيدنا. ما كتر ولا وقت طالع. فجاء سيدنا علي وقال للنخلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطنا تمرا. الله. فخر العرجون خرج ما شاء الله اطلع ثم صار عرجونا ثم صار ثمر ثم نضج التمر ما شاء الله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لا يا أكو طلع وأكو طلع. نعم. طلع التمر وطلع الموز وأمثاله مو بس الموز يعني بس على العموم. أنا كل حال لأن أكو ظلال معاني أسر رموز البلاغة. أنا أعتب على بعض المفسرين ولعل الأغلب وكلهم على العين والرأس. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب. ماذا قال؟ تخرجون منه سكرا ورزقا حسنا. الله. ورزقا حسنا. فقالوا الخمر قبل التحريم. لا يا سادة الخمر لا يكون رزقا حسنا. الله. فالمراد به هنا الخل الذي دواء وهو من أطعمة الأنبياء نعم الأودم الخل يقول صلوات الله عليه الصلاة والسلام. فجاب على ذلك لا قبل التحريم ولا بعد التحريم. هذه ظلال معاني أسر رموز البلاغة فقد ذكر ضمنا والأحاديث موضحة لذلك. لولا السلم ما فقهنا هذا. إذن سيدنا علي يقول رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول فجئت بالتمر ما شاء الله كل ناضج حمل على ظهره يقول فأكلنا وشبعنا الله وأخذنا لأهلينا ما شاء الله. عم الخير عم في غير وقته في غير وقته فكيف إذا كان بوقته مع ربه. الله 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 ما شاء الله. فوقتنا الشرع ما شاء الله وفي غير وقته والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومنه الصلاة على رسول الله صلوات الله عليه. كل العمل مرجو إلا الصلاة عليه فالقبول ضمنا. فقلنا صلاتك صلينا عليك فقبلنا فما هو شرعك وما هو حبك وما هي الصلاة عليك معا. الله الله الله. كيف سيكون الحال؟ هذا بركة الشرع لحال القلوب مع مليك مقتدر. إن شاء الله. إذن ما بقى لنا من الدقائق دقيقة ونص دقيقتين هكذا. إذن عندما نذكر هذه الأسس وهذا البناء وتعرف لا يعرف الفضة إلا ذهو عزروه ووقروه وسبحوه. الإمام النووي يقول سبحوه أي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام صار تسبيح وصلى عليه. إذن هذا الأمر الذي ذكر في موضوع حب النبي صلوات الله عليه الصلاة الصلاة عليه الفرح به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل الله علينا هو رسول الله عليه الصلاة رحمة الله على العالمين هو رسول الله عليه الصلاة. إذن فليفرحوا. فإذا حصل الأساس والبناء والمعارج كان التجلي عند ذلك بالأذواق والأحوال. ففهمنا عند ذلك قدر هذا الحب في الله ما شاء الله يحبهم ويحبون. كلام أقوله روينا
عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، وأبي داود وأبي نعيم، نعم، واللفظ لهما، لفظ لهما أي لأبي داود ولي أبي نعيم، أبي نعيم، نعم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى السند الصحيح، نعم، قال وجبت محبتي وقفت عندها طويلا، هل يجب على الله شيء؟ لا إله إلا الله، كتب رحمته على نفسه، رحمته على نفسه، بس ما الوجوب زحمة، وجوب قال واجب علي، ربي من يجب عليك وأنت رب العالمين وأنت الله، وأنت الله، لا إله إلا الله، وأنت أنت ولا إله إلا أنت، لا إله إلا الله. قال أوجبت على ذاتي من ذاتي، لا إله إلا الله، ما شاء الله، خليت واجب مني علي، واجب رحمة بالعباد، والله مو رحمة على الورح، رحمة خفيفة. قال وجبت محبتي، الله أكبر، كتبت حبي في المحبوبية، الله، والرضا للمتحابين فيها، الله الله الله، ما شاء الله. فإذا تحاببنا بالله فكيف نحبنا لرسول الله بالله عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله، منحس القرب وتجلي، ما شاء الله. وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها، ما شاء الله، هذا التعب، هذا الإيثار، هاي الخدمة لأي شيء له. فقال إذا وقع عندكم العمل دلالة ووقع عندكم الذكر لي ووقع لكم الحب بي لذاتي وما أحبه وجبت علي أن أحبكم محبة تسمى المحبوبية مني عليكم، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. وهذا أسمى مدارج ما يتمناه العارفون الوارثون، الله يفتح إن شاء الله، مو أنه وسيلة إحنا نحبه، لا، هو يحبنا، ما شاء الله، ما شاء الله. أشوف، ولذلك أكو وسيلة وأكو غاية. الشيخ ابن تيمية يقول بالفتاوى، قال إذا أحببت المحب في الله فإن محبوبك هو الله محبوبا لذاته، لا إله إلا الله، الله. إذا استحضرت النبي عندك عليه الصلاة والسلام أو الصحابة والصالحين فهي نفحات تأخذ بجذبات الحق بهم، مو منهم، من الله وحده بهم. لذلك قال كمال محبة، هو شيخ ابن تيمية، كمال محبة ذات الحق، مو كمال الحب، أن تحب من أحب الله. قلنا يا شيخ هذه نكرة، من أحب، كيف إذا أحببنا حبيب الله، الله 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 الله، ما شاء الله. هذا مدارج حال، مدارج قرب، مدارج ذوق، ثم عند ذلك اعمل في الحب وفي السنة ولا تخالف شرعا فأنت على العين والرأس. فتح الله على جنابكم فتوح العارفين وحشرنا وإياكم تحت لواء سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إمام يا سندي أنت بعد الله.